البكر لاعب الاهلي فريق الشباب 2001، سبب حضورك في اتحاد الكوره؟ والله انا سبب حضوري ان انا جاي اقدم شكوى في النادي الاهلي بسبب مستحقاتي اللي انا ممنوع ان انا اخدها. من اول ما جيت النادي انا ما خدتش جنيه، من اول ما جيت النادي انا بتعامل معامله غير اللي الناس كلها بتتعاملها، معامله غير ادميه خالص. جاي النادي بقى لي 6 شهور، النادي لا يعرف انا باكل منين ولا بشرب منين، وكل ده ومنع مستحقاتي كلها، لا مقدم ولا قسط شهور ولا اي حاجه خالص. ولما باجي اطلب حقي محدش اصلا بيرد عليا ولا حد بيعبرني، كل الرد اللي بيجيلي عن طريق اشخاص جوه النادي، يا ابني امضي لاحمد يحيى، احمد يحيى اللي خلص لك الموضوع ده، يا ابني اي لعيب صغير او لعيب كبير عايز يعمل حاجه في النادي يروح يكلم احمد يحيى ويمضي لاحمد يحيى. واللي عرفته كمان الفتره الاخيره لما انا اتمنعت من التمرين بسبب التشيكي اللي موجود، ان هو وكيل احمد يحيى وما بينهم موضوع سمسره وكلام من ده وعمولات. انا بره الليله دي كلها، انا واحد جاي عشان العب، عشان اظهر نفسي، عشان انا بعمل حاجه، اعمل تاريخ لنفسي. انا الناس دي بتهاجمني، انا ليه؟ انا مالي باحمد يحيى؟ او امضي لاي وكيل انا عايزه. هو شرط ان انا عشان ابقى موجود في النادي الاهلي واخد حقي ابقى بمضي لاحمد يحيى؟ فده اللي خلاني اجي، وده اللي خلاني اعمل شكوى، لان ده حقي، بطلب حقي، حرام ان انا اطلب حقي وادور على حقي. انا مش شايف ان حرام.